قال ويحرم لعنها، وهي بهيمة لا يجوز لعنها. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع رجل يلعن دابته فقال انزل عنها ولتعد لا تكون معنا ملعونة، لا تكون معنا ملعونة، وهي دابة. أمر النبي أن تعاد إلى البلد وأن لا يركبها لأنه لعنها، فلا يجوز لعن البهيمة. قال وتحميلها مشقا، في قصة البقرة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بقرة جاءت تشتكي إلى نبي تقول ما خلقت لهذا، كان يستعملها في الحمل، فقالت أنا ما خلقتها إنما خلقت للحرث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وأنا أؤمن بهذا أبو بكر وعمر، بينما رجل يسوق بقرة تقول، فقالت إني لم أخلق لهذا. فالقصد أنه لا يحملها مشقا، يعني وإن كانت بهيمة أيضا لها حق، وإن كانت بهيمة فلها حق، لا يحملها ما يشق عليها. قال وحلبها ما يضر ولدها، إذا كانت ماخض يعني توها والدة وولدها يرضع منها، طيب يمنع ولدها من الرضاع حتى هو يشرب الحليب، ويمنع ولدها، هذا لا يجوز، هذا يضرها يؤذيها. احل بنت وعطها لولدها، يعني خذ ولولدها أيضا، أما أنك تمنع ولدها وتأخذ أنت فقط هذا لا يجوز. نعم. قال وضربها في وجهها واسمها فيه، قلنا قبل قليل الضرب في الوجه محرم، سواء كان للآدمي، سواء كان هذا الآدمي عبدا أو خادما أو زوجة أو ابنا أو بنتا، أو كان المضروب هذا حيوانا، الضرب على الوجه محرم، الضرب على الوجه محرم. قال والوسم كذلك، يعني لا يجوز أن يسمها في وجهها، يسمها إذا كان يريد وسما خارج الوجه وليس على الوجه، الوسم على الوجه لا يجوز. نعم. قال وذبحها إن كانت لا تؤكل، يعني التي تؤكل يذبحها ليأكلها أو يعطيها لمن يأكلها، لكن إذا كانت لا تؤكل كالحمار مثلا أو البغل، طيب لا تؤكل، لا يؤكل، فهذا يذبحه، ليش ذبحتها؟ ما تؤكل، لماذا ذبحتها؟ قال كذي، ما في كذي، لا يجوز، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، اتركها اتركها أو بعها أو أجرها إن كانت تباع أو تؤجر، لكن ذبحها ذبحها إن كانت لا تؤكل هذا غير أن إهدار للمال، هو أيضا إيذاء لهذه البهيمة. نعم.